مجلس أمن النمسا يرفض مقترحات حزب الشعب في مكافحة الإسلاموية. المشتبه بهما في الهجوم على حفل سويفت يعيشون ظروف معتقل غوانتانامو. عمدة فيينا يدعو إلى تنظيم شامل للمساعدة الاجتماعية وربطها بالاندماج. غرفة العمل ترفع مستوى مراقبة مكافحة الاحتيال والعمل بالأسود. النمسا تحذر من خطر هجوم أوكرانيا على روسيا. وتسجيل 494 حادثاً في الطريق إلى المدرسة العام 2023. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. رفض مجلس الأمن القومي النمساوي مقترحات المستشار كارنيهاما من أجل مراقبة رسائل فورية وتعديل قانون الأحزاب بعد إحباط هجوم على حفل تايلور سويفت، كما رفض المجلس تمديد فترة الاحتجاز لمن لم يتخلوا عن التطرف. في المقابل حصل اقتراح لفحص جهاز حماية الدولة على دعم واسع، ودعا حزب الحرية وحزب الخضر لتفعيل لجنة الرقابة على جهاز المخابرات، وحصلوا على تأييد من الأحزاب الأخرى، فيما كان حزب الشعب الوحيد الذي عارض ذلك، وحظيت القواعد الجديدة على موظفي الأمن بدعم الأغلبية، بينما تم إسقاط اقتراح حظر الإسلاموية. أعرب محامي دفاع الشابين المتهمين بالتخطيط الهجوم على حفلات تايلور سويفت في فيينا عن استيائهما من ظروف الاحتجاز وتقييد حقوق الدفاع، مشيرين إلى أن موكليهم يحتجزان في عزل تام بدون زيارات في ظروف تشبه معتقل غوانتانامو سيء السمعة. واحتجز الشخصان بتهمة دعمهما لتنظيم داعش، كما أعرب المحاميان عن غضبهما من عدم السماح لهما بالاطلاع على ملفات القضية، معتبرين ذلك تقييدا لحقوق الدفاع، فيما أعلنت النيابة العامة في فيينا عن توليها التحقيق في هذه القضية وسط شكوك من محامي الدفاع حول قدرة المتهمين على تنفيذ الهجوم المزعوم، مؤكدين عدم صحة المعلومات التي تفيد باعترافهما الكامل. دعا عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ إلى تنظيم شامل للمساعدة الاجتماعية على مستوى النمسا، بحيث تدار المساعدات للأشخاص القادرين على العمل عبر مكتب العمل AMS. وأيد رئيس الحزب الاشتراكي أندرياس بابلا الاقتراح الذي يشمل أيضا برنامج تكامل لمدة عامين لطالب اللجوء المؤهلين، واقترح لودفيغ فصل دعم الأطفال عن نظام الحد الأدنى للأمان الاجتماعي وتقديم خدمات عينية مثل الوجبات المدرسية المجانية. وقد أثار الاقتراح جدلا، حيث انتقده حزب الشعب والحرية معتبرين أن المساعدات الاجتماعية مرتفعة للغاية، ودعم حزب النيوز الاقتراح مشيرا إلى أنه يحقق توصية ديوان المحاسبة. اكتشفت غرفة العمل في فيينا أربايتا كاما تزايدا في حالات الاحتيال الاجتماعي في قطاعات مختلفة، مما دفعه لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة. ووفقا للغرفة تشمل القطاعات المتأثرة البناء والعمل المؤقت والمطاعم والتنظيف والنقل. وأفادت الغرفة بأن بعض الشركات تلجأ إلى أساليب مشبوهة لتحقيق ميزة تنافسية، مما يزيد من تخفيض حالات الاحتيال. ولذلك تعاملت الوحدة الجديدة مع 95 حالة منذ إنشائها، مما أسفر عن تقديم 11 بلاغا قانونيا. وتدعو غرفة العمل إلى زيادة الرقابة وحماية حقوق العمال من الاستغلال وضمان دفع الأجور المستحقة في الوقت المناسب. أكدت شركات الغاز ومؤسسات تشغيل شبكات النقل في أوروبا أن المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب من خط أنابيب الغاز الروسي لم تعطل الإمدادات، على الرغم من تقليص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي منذ 2022 باستثناء النمسا. وأوضحت شركة غاز كونكت النمساوية أنه لا توجد تقلبات في الضغط وأن التدفقات طبيعية، بينما أكدت غاز بروم استمرار الإمدادات عبر بلدة سوتكا الحدودية. وأضافت هيئة تنظيم الطاقة النمساوية إي كنترول أن النمسا لا تواجه حاليا مشكلات في الإمدادات بسبب مستويات التخزين المرتفعة رغم استمرار اعتمادها على الغاز الروسي. أعلن نادي النقل النمساوي عن أهمية تدريب الأطفال على طرق المدارس قبل بدء العام الدراسي في النمسا، مشيرا إلى ضرورة توجيه الأطفال لضمان سلامتهم في الطريق إلى المدرسة. وفي تقرير حديث، وقعت 450 حادثة على طرق المدارس في العام الماضي، مما أدى إلى إصابة 494 طفلا ووفاة 2، مسجلة زيادة في الحوادث العام الثالث على التوالي،
وأوصى النادي بتدريب الأطفال على الطرق الآمنة وتقليل عدد الشوارع التي يجب عبورها وتوسيع مناطق الحظر أمام ممرات المشاة لتحسين الرؤية. ويدير النادي خريطة إلكترونية تتيح الآباء الإبلاغ عن أماكن الخطر ليتم تحويلها إلى السلطات المحلية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.